لك عجة غير امك تموتك الحين. انا خلاص امه امسحي كمان مرة. ما رح امسح كمان مرة في الجبل. من غير شو اللي بصير هنا؟ هذا مش اللي انت بتفكري فيه، هذا الشاب من التعليم ود ولي له بالحياة ما يتصل معك بعد. قديش وقت؟ وعشان ايش؟ عشان شاب من عيلة ثانية؟ إباء إباء قولي لي ما كفن الفضايح اللي سويتين اليوم؟ امشي على البيت. أنا بحبه. انسي الموضوع. وراح يقص راسي. هو ما راح يقص راسك. أنا كمان كنت بقص راسي لو كنت. كنت رح تتجوزني حتى لو ما كان ليلى راس. ليلى راح تتجوز. من كل شباب البلد ما لقيت غير منير؟ أنت انتبهت على بنتك مرة؟ أنا ما كان في حل ثاني. دائماً في حل ثاني. بلكي تفتحي عيونكي مرة واحدة وتشوفي إيش بيصير حواليكي؟ عيوني مفتحات. صدقيني مفتحات.